وعندنا السلطه المشبعه فراخ مشويه، صدور فراخ مشويه بتساعد جدا على الشبع. معانا جبنه حلوم، معانا البيض اللي هو خس وكروم، ومعانا شيري توميتو. للصوص نفسه معايا نص كوبايه لبن رايب، معلقه واحده من المستردة، معلقه صغيره من العسل الابيض، معلقه صغيره من بودره البصل، ومعانا زيت زيتون هيبقى برده مش كتير، يعني معلقه واحده تكفي. عايزه الحق بسرعه. خلاص معلقه العسل الصغيره، معانا المستردة، معانا بودره البصل، بتدي طعم حلو جدا جدا. معايا معلقه الزيت، زيت الزيتون الواحده، وملح وفلفل.